تحفظوا على صاحب الأرض فوراً. وجود الجب في هذا المكان ممكن يكون دليل إنهم ما قدروا يطلعوا من القطار. ممكن يكون للتمويه أو إنه الجب مشرك. عماد، استدعي هندسة المتفجرات فوراً. من أسد اثنين لغرفة العمليات. من أسد اثنين لغرفة العمليات. هات التعليمات لرجوع الوحدة للبيت الآمن قبل القبض عليهم. تم التأكيد يا أبو عدنان، الإشارة مضللة. كل العناصر تنتشر وترجع على أماكنها. كيف الوضع يا حمزة؟ هالملايين عاملين ربك وفوضى غير شكل. المهم إنه أبو عبادة ما راحش. توكل على الله، كمل فحص الكاميرات أنت. في حركة مش طبيعية للزنانات وارتفاعات منخفضة فوق منطقة الجب. حمزة، بعينك الله تعال كلم أمير يضالهم بعد. بتوقع في ضربة محتملة، وجهز مجموعتك واطلع بسرعة للمكان وفعل مناورة التشويش، بس بسرعة. الله يرضى عليك. أسد واحد، أسد واحد، حركة مريبة ومكثفة للطيران بالمكان، يرجى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر. شباب، خليكم بعاد عن الجب وطوقوا المكان بالكامل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش ما جاش جابر لهالقيت؟ غريبة، ايش اللي مخليه لنص الليل برا والدنيا مقلوبة؟ والله ما بعرف، قال لي عليه شغل كتير بالشركة وبدي يبات فيها، مع انه تلفون الشركة بردش. وكرر التحرك الفوري لإحداث حركة تشويش على الطيران المسيرة في المنطقة الشرقية. اتحرك.